بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده بتقول رحمه ربنا ملهاش نهايه، رحمه ربنا واسعه فوق قدرتك انت على التخيل. مهما غلطت، مهما اسات، مهما عصيت ربنا، مهما عملت ذنوب، مهما عملت كبائر، رحمه ربنا ورحمتي وسعت كل شيء. القصه النهارده قصه انا مريت بيها انا شخصيا مع بنت اسمها ساره. قصه ساره، ساره بصيت لقيت، انا كنت عايش في لبنان في الوقت ده سنه 2002 2003، بصيت لقيت ايميل جاي لي. الايميل بيقول انا اسمي ساره، انا بنت ابويا لبناني وامي لبنانيه، لكن احنا عايشين في نيوزيلندا، انفصل ابويا وامي ومن ساعتها انقطعت كل علاقتي ببلدي، بالعالم العربي، بالاسلام، باللغه العربيه، بالدين، بكل القيم اللي انتوا بتتكلموا فيها. انا بشرب، انا ليا بوي فريند عايشه في بيته، انا شديده الجمال، فانا ساعات بتصور شبه عاريه او عاريه في المجلات اللي بتعرض عليا الحكاية دي. أنا بشتغل في باب علشان أحط واين واسقي الناس، علشان هي دي اللي بدخل منها فلوس عشان أصرف على نفسي. أديك زي ما أنت شايف، أنا مفيش غلطة في ديننا إلا وإحنا عاملينها. أنا ما بعرفش أصلي، أنا ما بعرفش أي حاجة عن ديننا. طب أنت بتبعتلي ليه؟ بتكلميني ليه؟ أنا كنت بشوفك في حلقة في التلفزيون بتتكلم فيها عن الإيمان والقرب من ربنا، فأنا بعتلك الإيميل ده بس، وأنت كنت حاطط الإيميل بتاعك في آخر الحلقة، فأنا بعتلك الإيميل ده عشان أسألك سؤال واحد: ممكن ربنا يقبلني بعد كل اللي أنا عملته؟ لقيت نفسي بقول للي معايا اكتبوا لها فورا يقبلك ويرضى عنك ويسامحك وتكوني غالية عنده. إذا احتجتي أي حاجة اتصلي بي، أنا تليفوني أهو وتليفون مراتي أهو، في أي وقت اتصلي بينا إحنا نقدر نساعدك. وخلاص، وبعت الإيميل وسافرت من لبنان، كنت مسافر ساعتها. وبعديها بأسبوع بسيط لقيت تليفون جاي لي، حد بيتكلم بلغة عربية مكسرة من رقم غريب قوي، شكله من بلد بعيد، عمري أنا حافظ أرقام البلاد، نيوزيلندا. أنا سارة، أنا بكلمك عشان أسألك سؤال واحد، أنت رديت عليا في الإيميل، أنت متأكد أن ربنا يسامحني؟ قلت لها والله العظيم يسامحك. قالت لي أعمل إيه عشان يسامحني؟ قلت لها صلي يا سارة. قالت لي بس أنا مش هسيب البوي فريند ومش هبطل وين ومش هبطل ومش هبطل. قلت لها سارة بس صلي، ما تقطعيش كل العلاقات بينك وبينه. قالت لي ما بعرفش أصلي. قلت لها هبعت لك سي دي، السي دي ده فيه طريقة الصلاة وتعليمات الصلاة. قالت لي ما بعرفش أقرأ قرآن. قلت لها هبعت لك شريط للشيخ السوديس فيه إزاي تسمعي قرآن وتفهمي الفتحة وهشرح لك فيها. سارة بدأت تصلي. بعد شهر صلاة اتصلت بيا وقالت لي أنا سبت البوي فريند. بعد شهرين لقيت اتصال من سارة بعتالي بتقول لي أنا بدأت أقرأ قرآن وأصلي بيه، القرآن حلو قوي. بعديها بشهرين قالت لي أنا سبت الباب، ما عدتش هشتغل في الحتة دي، أنا اشتغلت في المكتبة بتاعت الجامعة عشان أصرف على نفسي. بعديها بشهر لقيت سارة بتقول لي أنا عايزة أجي الشرق الأوسط، أنا عايزة أجي أقعد في وسطيكو، عايزة أتعلم الإسلام، نفسي أروح الكعبة، ممكن تدعوا لي أروح الكعبة؟ قلت لها إن شاء الله يا سارة. سارة بقت إنسانة مؤمنة. العجيب يا جماعة إن بعد شهرين سارة جالها كانسر. أيوة جالها سرطان. سارة توفت، أنا ما شفتهاش، لكن آخر حاجة إن جالي من زميلتها، سارة توفت اليوم بعد عملية عملناها لها لأن كان عندها كانسر، الله يرحمها. سارة عاشت 6 أشهر غير ال 22 سنة اللي عاشتهم. سارة ماتت 23 سنة تقريبا، 22 سنة ونص في الضياع وست أشهر مع ربنا. يا رب ورحمتي وسعت كل شيء. بسمة أمل لسارة الله يرحمها، ادعولها. بسمة أمل لكل إنسان ما ييأس من رحمة ربنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.